هاتان الفتاتان ليستا عضوتين في فريق بحثي يستكشف هذه المغارة، لكنهما من زبائن هذا المطعم غير التقليدي. هو مطعم مراح سلامة الذي أقامه رجل أردني داخل كهف بهدف جذب الزوار وتعليمهم التاريخ الجيولوجي للبلاد. في مدبى كان المهندس الجيولوجي جورج حدادين يحفر بقطعة أرض ورثها عن والده ويعتزم بناء منزل عليها، لكنه اكتشف فوهة الكهف. جبنا باكو وبلش يحفر، لما حفر ظهرت عندي فوهة المغارة هذه، فربطتها رأسا بقص الحجر اللي هناك الصخر، قلت أكيد خلص هاي مغارة وهذاك الدرج بيجي من الشرق للغرب، لأنه معبر المغر في الأردن فتحته نحو الشرق والدرج بيجي من الشرق للغرب. ففعليا كمل الباك وطلع معي 4 درجات، لما طلعوا 4 درجات أصبح عندي يقين أنه خلص إحنا أجزاء مغارة. عشق حدادين للتاريخ الأردني والكهوف جعله يفكر في بداية الأمر في تحويل اكتشافه الجديد إلى متحف يمكن الناس من التعرف على الحضارات القديمة، لكنه قرر في وقت لاحق تغيير اتجاهه واختار فتح مطعم بدلا من ذلك. ففكرت اعملها متحف في الليل. ففي الليل هيك سهران بفكر في هذا الموضوع، وصلت النتيجة والقناعة انه المتحف لن يكون جاذب، الناس مش مهتمين بالمتحف. كيف؟ فقلت الحل انه نقدم شراب وطعام، ولما يجوا هون راح يشتكوا بأسئلة في الواقع موجودة أمام عيونهم، راح يسألوا ويسألوا، وبالتالي بنصل للنتيجة اللي بدنا إياها، وهي أنه تعريف شعبنا الأردني والسياح الأجانب بالحضارات اللي مرت. المطعم استغرق 10 أعوام لإعداده، وأطلق عليه حدادين اسم مراح سلامة. كلمة مراح لدى الأردنيين تشير إلى المكان الفسيح، أما سلامة فهو اسم والد حدادين الراحل. المطعم يتيح لزبائنه الاستمتاع بتناول وجبات لذيذة بينما يستمعون إلى معلومات حول التاريخ الجيولوجي للكهف. حلو أن يكون في بالبلد أشياء مميزة مثل الكهف، يعني حتى ما بعرف أكيد بين كيف الدخل، وإشي كثير غريب خصوصا أنه كمان بنفس الكهف يكون في مطعم، يكون أشياء غريبة أنه حلو بتميز البلد فيها. وما زال حدادين يعمل الآن من أجل مزيد من الدعاية والتطوير لجذب السياح إلى مطعمه الفريد.